وحان تهنئه ديرينا وبقادين يتهنئه ديرينا وسيره لا وسب سدح لا سول يسراك يا عين راهي سول روال اذا كون مالي تهنئه بامدين ديرينا وحان دورينا مر لبعض الدرجيد على غنبي وهرنا حلال بدل نصوغ طواي ارقا وحان ولانا هاي غوبركا وزلوبا هاي وحقبت يهر مر وحان قلاها كسر دولينا وهم بلينا سدح الوسير لبهانتي صولي سراجي عين ادبا نصوغ دولينا وكتا غيرنا حلكا اي غبتين ادي ادبا نكتا غيرنا وحان ولانا هاي هم بلي ودمانت وكتا غيرنا حلكا غبتين وحان ولانا حسيكار أو تهنيين إن سدح لو السيرة كسر شيء ده قبل الله الخاتمه جارها وحن طبعاً إن أو تهنيات ده دعاي قص عصا ندنا حتى رشيد على قلبي وآه من واحد هو يكتر كرا عم السيف في عن عقون وقوله الحلل ده خلافات كه يسوع ده وين تدري يوم حدوفته هذه يشرح تعلق هو الرئيو مثلا عبد الرشيد على قنبي نيويورك يلا بدا وسيرة كذا كسو تشيدا دقان لدى عرب المباهنت وحاولوا أن هاي آدي أدو الله هم بلين الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدي وحاولوا الشيخ إن وحاولوا لقوا معاه ولكو سوية هذا كنتي هرون باو نحكس وهاو تشيدا لقلي يهلا وحاولي وحقبط أيوه الرئيسو النبي الجلي آدي أدو أوسود وإن عبد الدعاء قنبي حالنا هاي حلقة بسارة نسهل الماها كلام يعني وسيل كعصب أرتين بدل بعض المغلي وسيل بال لوت أرتين ربو هذا ولا مقعد مرة بدرين كي يقول مسيل وسيل المقعد لكن ما أنتوا لوت أرتين عبد الشيخ وحبا يقول لي وسيل بال لوت أرتين حبا يقول لي مركا وسيل كعصب وسود ويننا كنت وسود ويننا ياسين خيره وحنا كان اسكو سو بخري مناسبه دل شرف كبران خاغيره ممكن ميشان لان اسكو سو بخري waxaa weeye wasiirada saddex wasiir Soolye Saraagi ay wasiir Cabdirashiid Xaashid Caala Qambi waxaa weeye aad iyo aad baan u soo dhaweeyna wasiirnimadiisa oo gobolkan ay ku dhashay wasiirada kabtisana waxaan leenahay qofku waxa wax ugu qaybeynaya wax qabadka ee wixii aad keento waa lagu qaybinayaa wixii aad keento qabadkaaga baa lagu qaybinayaa madaxweena ayagii wuxuu joogaa Hargeysa professor Cali Khalif Galay waxaan u guulgalnahay heshiiskii qabyada ahaa ee caynaba markii u dambeeyay lagu saxeexay in ma garanaysaa dadka madaxweyne iyo madaxweyne waashmaan inta u dhaxaysa in wax la qaybsado dhammaan waxaan taageeraynaa wasiirada la soo magacaabay haddaanu nahay reer buu hoole bulshadani iyadaa meesha isugu timi iyagaa dooratay fariinta ay gudbinayaan waxa weeye reer buu hoole oo aan dhex fadhiyo fariinta ay gudbinayaan madaxweynaha u gudbinayaan waxa weeye in sinaan iyo cadaalad ciddii wax tabanaysa in laga biiyo arrimahoo dhan xogogaal in loo noqdo gaar ahaan buu hoole in xogogaal loo noqdo fariinta bulshadana halka isugu timiya reer buu hoole gudbinayaa waa taa